انطلاقة كل موسم أي أنواع من أنواع الفاكهة أو الخضروات تشوف أنه بس مجرد يتم الإعلان عن الاكتفاء الذاتي إلى بداخل البلاد سرعان ما تجي لو تسمم لو عملية حرق للمحاصيل الحنطة أو غيرها أو حتى المنتجات الحيوانية. هذا ما يدل إلا على شيء واحد، أنه هناك جهات مستفيدة من هذا العمل، أنه ما تريد المنتج المحلي كذلك، هي مستفيدة من عملية الاستيراد. المواطن يشجع المنتج المحلي، أولا هذا دعم منتج بلدك، اثنين رخص الثمن مالته يكون أرخص من المستورد، ثلاثة أن المنتج العراقي يكون أفضل من الخارج. ليش؟ بالزراعة مالته ما يعتمد على المواد الكيميائية، خالي من المواد الكيميائية الزراعة العراقية، بعكس المستورد أنه هذا المستورد يريد سرعة إنتاج فيجيب له مواد كيميائية يصير محصول سريع، وهذا أكبر دليل على أن هناك جهات مستفيدة من وراء هذا الموضوع. العملاء والخونة المتعاونين مع الدول الخارجية جوار يجيبون محاصيلهم مثل هاي، شوف المحاصيل، هاي المحاصيل مع الفلاحين العراقيين خطية، الله يساعدهم. الفلاح العراقي يزرع وما تنباع لأن يبيعون هاي أنسب من الإنتاج الزراعي، يعني يقتلون الزراعة يقتلون الصناعة يقتلون البشر العراقي، شو تقول؟ هو حاصل عندنا موجود. أشاهد بالفترة الأخيرة يعني حرق المحاصيل الزراعية، أنا أعتقد الصراحة الأيادي خفية بالموضوع، يعني لا نتهم جهة معينة وإنما كل الأطراف متهمة، اللي أقصد بها الأطراف الخارجية أو من هم أيديهم في الداخل.